يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة تفاصيل وكواليس كتيرة على مدار فقرات الحلقة المختلفة، وأكيد هنتكلم في كل القضايا وكل الملفات الهامة، نوضح كمان لجماهير الأهلي تحديدا كل الكواليس اللي هم حابين إن هم يعرفوها سواء عن النادي الأهلي بالطبع، وده أمر مهم جدا. وأكيد هنتطرق لبعض الأخبار المحلية وعالميا، هنعلق فقط على تصريحات كريستيانو رونالدو النارية تجاه مانشستر يونايتد وإريك تينهاج المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد، لأن بصراحة قال امبارح يعني كلام قوي للغاية، وهو لاعب لسه على قوة مانشستر يونايتد، فأكيد عندنا كلام كتير جدا وأمور هنتطرق ليها في هذا الجانب. لكن الأهم من كل ده طبعا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بالمونديال، وفي رأيكم مين المنتخب اللي ممكن يكون مفاجأة كأس العالم في البطولة بتاعت السنة دي في قطر، ومين اللي يكون الحصان الأسود للبطولة؟ هناخد تفاعل حضراتكم من خلال سؤال أو من خلال السؤال ده، ومن خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. في الجزء الأخير كالعادة هنقرأ تفاعلاتكم، لكن أكيد البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة. وفي الترند المحلي، محمد صلاح يصل الكويت استعدادا لودية بلجيكا. أما في الترند العالمي، تصريحات رونالدو عن يونايتد تثير الجدل. طيب النهارده مفيش ماتشات طبعا، خلاص كل الدوريات انهت مبارياتها لان كاس العالم على الابواب ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. الواحد دايما بيجي يتكلم على كاس العالم بيزعل، لان كان نفسنا جدا ان منتخبنا يكون موجود، لكن يعني الحمد لله على كل شيء مفيش توفيق وما كانش فيه تخطيط جيد، لان ده لازم برضه نتكلم عنه، وكلمنا قبل كده في حلقه سابقه بخصوص هذا الجانب تحديدا. وهل في تخطيط ان احنا نكون موجود في 2026؟ هتقولي ده عدد المنتخبات احتمال يزيد، لازم تغير بقى اهدافك ساعتها، مش بس انك توصل، لان ممكن ياخدوا 9 منتخبات من افريقيا، لكن انت الاهداف بالنسبه لك لازم تتعدل، لان المفروض 9 منتخبات في افريقيا لازم انت تبقى ضامن مكانك، غير كده تبقى كوارث يعني. بخلاف كده انت هتوصل كاس العالم، بس هتعمل ايه بقى؟ لازم يكون عندك اهداف في انك تتخطى بعض الادوار، ان انت تعمل حاجه كويسه، لان انت اسمك مش قليل كمنتخب مصر، ودي قضيه اتكلمنا فيها وهنتكلم فيها اكيد في مناسبات اخرى. لكن المباراه الوحيده النهارده هي ايضا بتخص منتخبنا الوطني، لكن للناشئين اللي عنده مباراه طبعا في تصفيات شمال افريقيا المؤهله لامم افريقيا تحت 17 سنه. مباراه مهمه جدا امام المغرب، المباراه ابتدت الساعه 4:30 العصر بالتحديد، وللاسف الشديد احنا متاخرين حتى الان امام المغرب بنتيجه 1-0. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه، لان المباراه دي مهمه جدا تاهلك مباشره ل بطولة الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى اللي هتكون في الجزائر. فنتمنى التوفيق لمنتخبنا اللي كان فاز على تونس بنتيجة 3-1، مباراة أكيد صعبة مع المنتخب المغربي، لكن عندنا ثقة إن شاء الله نحاول نرجع في هذه المباراة اللي طلعت في هذه اللحظات. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى عندنا تفاصيل كتيرة قوي بتتعلق بالأهلي، استعداداته واستئناف هذه الاستعدادات للمرحلة الهامة جدا المقبلة، بعد مرحلة أولى ناجحة ومليئة بالانتصارات المميزة، وكمان متبروزة ببطولة السوبر من امام نادي الزمالك والفوز بنتيجه 2-0، وبدايه كانت مميزه كمان مع المدير الفني الجديد كولر. النهارده الاهلي استأنف تدريباته، لكن في كواليس كتير جدا بخصوص التدريبات دي هنتكلم عنها بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الاهلي اخيرا استأنف تدريباته، وبقول اخيرا لان بصراحه جمهور الاهلي مش بس بيستنى مباريات الفرقه، لا دايما بيبقى عايز يتابع الفرقه، يشوف التدريبات، يطمن على اللعيبه، يطمن على الجهاز الفني. الكواليس بتاعه الاهلي دايما بتبقى مختلفه بصراحه. جمهور الاهلي دايما بيبقى عنده شغف لمعرفه كل الاخبار اللي تتعلق بالنادي، وتحديد الفريق الاول لكره القدم، والله كل الالعاب داخل القلعه الحمراء يعني. فالفتره اللي فاتت كانت اجازه، احنا فتره توقف بتبقى ممله للبعض بشكل كبير جدا، دايما بنحب الماتشات، دايما بنحب ننبسط بكره القدم. لكن النهارده عاد فريق النادي الاهلي للتدريبات في اطار بدايه الاستعداد للمرحله الهامه جدا المقبله، اللي هتبتدي من خلال مواجهه صعبه للغايه في بطوله كاس مصر، بالتحديد ربع النهائي يوم 27 من الشهر الجاري امام مقاولون العرب في البطوله بتاعت السنه اللي فاتت. يعني احنا عارفين دايما مفيش ترتيب شويه من ظروف امور كتيره جدا، ان شاء الله نتفادى الحاجات اللي زي دي في القادم يعني. لكن في كل الاحوال هدف من اهدافك بطوله كاس مصر، الاستعداد هيكون قوي جدا، وبدايته كانت النهارده،
وتدريبات اكيد كانت غايه في الاهميه في حضور كولر المدير الفني السويسري اللي ابتدى بدايه اكثر من رائعه مع النادي الاهلي واللي وصل للقاهره خلال ساعات فاتت وقاد مران الفريق النهارده الصبح. خلينا اتكلم معاكم واحنا بنعرض لحضراتكم كده بعض اللقطات للتدريبات النهارده عن اهم الاخبار. يعني النهارده الفريق استأنف تدريباته وكان في اجتماع ما بين كولر المدير الفني للفريق والكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه بالظبط، والاجتماع كان في اطار يعني الحديث عن البرنامج التدريبي الخاص بالفرقه خلال المرحله اللي جايه والاهداف المحدده وكيفيه التركيز المعتاد من لاعبي النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه، وشارك كل اللاعبين بخلاف طبعا المصابين اللي كان عندهم بعض التدريبات التاهيليه وهقول لكم اخبار واحد واحد يعني نطمن جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. لكن فقرات المران النهارده كانت بتشمل على تدريبات استشفائيه في الجيم، وبعد كده كان في يعني تدريبات بدنيه استمرت لحوالي ساعه الا ربع تحت اشراف اندريس اندويا، دي اللي كانت في الجيم الاول يعني اندريس اندويا ده اللي هو مدرب الاحمال، وبعد كده تدريبات بدنيه في الملعب وبعض تدريبات الكوره وفقرات كلها اكيد غايه في الاهميه طبقا للبرنامج المحدد خلال الفتره الحاليه في اطار الاستعداد للتحديات المقبله. بكره الاهلي هيواصل تدريباته بشكل طبيعي بس المره دي هتكون التدريبات على فترتين، وعوده هذا يعني القرار من قبل كولر خصوصا بعد فتره راحه كانت 5 ايام، فبتشوف المعدلات البدنيه اخبارها ايه، بتحاول تسترجع الجانب البدني المميز اللي عند اللاعبين اللي تم تجهيزه من خلاله او من خلال فتره الاعداد والمعسكر اللي كان قبل بدايه الموسم واللي كانت نتائجه مثمره للغايه من خلال فوز الاهلي في 6 مباريات اللي لعبهم على المستوى الرسمي وكان من خلالهم كمان بطولة السوبر أمام نادي الزمالك. فبكرة التدريب هيكون على فترتين، المران الأول هيكون الساعة 9 الصبح، المران الثاني هيكون الساعة 5 العصر أو المغرب، وإن شاء الله بإذن الله يكون الجهاز الفني باللاعبين موفقين في هذه الفترة اللي أكيد أكيد هتكون مفيدة جدا جدا بالنسبة لكولر. الراجل حط إيده بشكل كبير قوي بنسبة مئوية عالية للغاية على إمكانيات اللعيبة، اكيد بعض الامور اللي لسه برضه عايز يقيمها بشكل افضل، فبالتالي مفيش احلى من كده فتره. بالمناسبه ربما يكون في مباراه او اتنين وديتين يعني يستعد من خلالهم لاستئناف الموسم الكروي في مصر بمختلف المسابقات. الكابتن سيد عبد الحفيظ اطمن كمان على حاله المصابين، واحنا عندنا عدد من المصابين للاسف سوء الحظ بس الحمد لله الاصابات مش كبيره للغايه يعني، وهتكلم برضه معاكم على الاصابات. لكن النهارده اجتمع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي واطمن من خلاله على حاله المصابين وموعد عودتهم والبرامج التدريبيه الخاصه بهم سواء العلاجيه اولا وبعد كده تدريبيه او تاهيليه وموعد العوده والتنسيق بيتم بالشكل المعروف دايما اهو. حتى في الخلفيه شايفين الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الدكتور احمد ابو عبله وايضا زي ما انتم شايفين كولر طبعا مع المترجم الخاص بيه يعني، والامور ماشيه على ما يرام داخل القلعه الحمراء كالمعتاد، ان شاء الله كلها امور تبقى ايجابيه وصالح الفريق الاول. من ضمن الاخبار المهمه والسعيده عوده السوليه للمشاركه في التدريبات بشكل كامل، عمرو السوليه من العناصر المهمه جدا في تشكيله النادي الاهلي وكان جاله طبعا اجهاد في العضله الاماميه، الامور بالنسبه له كانت جيده، قبل فتره الاجازه دي كان خلاص ابتدى ياخد فقرات كثيره في مران الفريق، وبعد كده بعد الاجازه مباشره قدر ان هو يشارك في بشكل مميز جدا. يعني عبد الرحمن رشدان ده واللي وراه ده يا جماعه اسمه احمد اشرف، لاعب وسط ملعب ممتاز، ابو شعر ده الناس بتشبهه بكاكا البرازيلي نجم البرازيل، من اللعيبه المميزه جدا احمد اشرف اللي ورا كهربا ده، لعيب جامد قوي وتقيل وبصير عالي جدا في نص الملعب، بيمرر بشكل مميز جدا وحاجة كده ممتازة. اتفرجت عليه أكتر من مرة في قطاع الناشئين، للأسف حظه كان سيء إن فترة من فترات جاله رباط صليبي، لكن عاد وعاد بقوة وهيكون مستقبل للنادي الأهلي ومنتخب مصر. ف يعني في بعض العناصر، أدي عبد الرحمن رشدان أعتقد ممكن يكون موجود الدبيز برضه. فيعني أكيد في مستقبل جيد للنادي الأهلي كمان على مستوى اللاعبين الصغار في السن. السوليه زي ما قلت لكم شارك في التدريبات والامور جيده جدا بالنسبه له والمران شارك فيه بشكل كامل يعني. اما بخصوص ثنائي الدفاع المميز للغايه سواء محمود متولي او محمد عبد المنعم فبيوصلوا التاهيل تدريبات تاهيليه بالنسبه له، واحنا عارفين ان عبد المنعم كان عنده يعني كسر في الانف اجرى الجراحه بيعمل يعني بعض التدريبات التاهيليه وخلال ايام هيخش في التدريبات الجماعيه مع الفريق، يعني مش مضمون قوي. الصوره دي مهمه، دي جهاز من الاجهزه قبل ما اكمل متولي يعني اللي يعني مخصصه
لتطوير مهارات اللاعبين سواء على مستوى الرأس او على مستوى القدم. هتقولي هو لسه اللعيبه هتتعلم في السن ده في المرحله دي لعيبه فريق اول النادي الاهلي؟ لا، لعيبه الاهلي ما شاء الله عندهم امكانيات كبيره جدا، لكن دايما التطوير يا جماعه مهم. يعني مفيش لعيب بيوصل لمرحله يقول لك انا كده احسن حاجه في الدنيا، لا اكيد عندي نواقص اشتغل عليها. ده جهاز من الاجهزه المميزه جدا اللي وفرته اداره النادي الاهلي بناء على طلب كولر المدير الفني للفريق، واللي اكيد هياتي بثمار ايجابيه جيده جدا بالنسبه للفريق يعني بصراحه، وبالنسبه لتطوير الجوانب الفرديه والمهاريه عند بعض من لاعبي الفريق الاول لكره القدم. فانا عاجبني قوي الراجل بصراحه يا جماعه، بادي بدايه مفيش احسن من كده، اهتمام وشغف غير طبيعي. بالمناسبه كان في ناس تقول لك ايه؟ تقول لك الراجل بقى له سنتين ما بيمرنش وسنتين قاعد في البيت، فاكيد نسي بقى الاساليب الحديثه في التدريب ونسي التاكتكس الجديده والكلام من ده. انا كنت بشوف بصراحه ان ده في حد ذاته اكبر دافع بالنسبه له، ان هو وحش كره القدم. انت دايما ساعات كده اي شغلانه يعني في الدنيا تبقى عايز تفصل شويه عشان توحشك الشغلانه دي ترجع تادي فيها احسن من الاول. فبشوف ان ده كان عامل ايجابي جدا جدا للكولر. الراجل راجع بشغف كبير لكره القدم، بيشتغل بشكل مميز قوي، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن بالعوده لاصابات اللاعبين في النادي الاهلي، فمتولي او عفوا محمد عبد المنعم قلنا ان لسه موقفه مش متحدد بشكل نهائي بخصوص لحاق مباراه المقاولون العرب ولا لا، هنشوف الكلام ده خلال الفتره الجايه، لكن هو بيأدي بعض البرامج التدريبيه. اما بخصوص متولي احنا عارفين اصابته كانت في العضله الخلفيه في معسكر المنتخب، والاصابه المده بتاعتها من 4 لـ5 أسابيع بالكتير، فيعني في متابعات دوريه لحاله متولي وبرامج علاجيه وتاهيليه وجلسات تدريبيه كمان في الجيم. نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، لانه احد العناصر المميزه جدا، من الناس اللي حظهم سيء، لكن اكيد عودته هتكون مهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واكيد عندنا عناصر كمان اكثر من رائعه داخل الصفوف في القلعة الحمراء، لكن أكيد الخيارات كلها أمام كولر، هو اللي يقدر يحدد مين يلعب ومين ما يلعبش. لو بتتكلم على مستوى الدفاع عندك رامي ربيعة موجود، أيمن أشرف مش جاهز للأسف عنده إصابة، في ياسر إبراهيم طبعا من العناصر أصحاب الخبرة زي رامي ربيعة، في محمد هاني لو تفتكروا اتجرب في المباراة بتاعة الداخلية، كولر لعبه كسنتر باك وهو بيعرف يلعب برجله بشكل كويس قوي طبقا لرؤيه وفكر كولر، فدي كلها خيارات متاحه. ربما ما كنتش نسيت حد يعني في خط الدفاع، في عبد الرحمن رشدان مثلا الوافد الجديد من دجله، كل القرارات دي اكيد كولر هو اللي بيتحكم فيها. طيب ده بخصوص تدريبات الاهلي النهارده، خلينا نروح لشق اخر وبعض الامور الهامه. النهارده رابطه الانديه نشروا عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن ضمن العقوبات دي حرمان عدد من جماهير النادي الأهلي من الحضور للمدرجات على هامش، زي ما انتم شايفين كده على الشاشة، على هامش ايه المواجهة الأخيرة أمام الداخلية. وبيقولوا إن كان في نوع من أنواع التجاوز عند البعض القليل من الجماهير المنتمين للنادي الأهلي، وبناء عليه خدنا قرار إن يتم حرمانهم من الحضور في المدرجات. وانا بمنتهى الصراحه والوضوح اهو بقول لك انا ما عنديش مشكله خالص بخصوص عقاب المخطئ، بخصوص عقاب المخطئ اللي غلط يا جماعه يتعاقب، اللي تجاوز او قال اي لفظ او كلام زي ده يتعاقب. بس الاهم بالنسبه لي ايه؟ ان العقاب ما يكونش في اتجاه واحد بس، وما يكونش مخصص بخصوص او يعني ما يكونش محدد للناس اللي بتتلفظ، وده طبعا غير مقبول، او الناس اللي بتهاجم ده طبعا غير مقبول، تمام، او للناس اللي بتحاول توصل رسائل بطريقه مش يعني مش مقبول. انا ما عنديش مشكله في الكلام ده خالص، بس لازم العقاب، عارفين المثل يقول لك ايه؟ السيئه تعم او الحسنه تخص والسيئه الحسنه تخص والسيئه تعم. احنا مش عايزين الامور او سيئة ما تعمش اي حد، لكن اللي غلط يتعاقب. لو في اي جماهير اخرى بتغلط لازم تتعاقب، لازم كمان حضرتك تهتم بالحضور الجماهيري الاعداد ايه، لان الحته دي غايه في الاهميه. بنشوف انديه بيبقوا ملتزمين جدا بالاعداد اللي بتحضر، وانديه اخرى تمام بنشوف اعداد غريبه، عدد كبير جدا بيحضر. برضو دي من ضمن الحاجات اللي لازم تتراجع من رابطه الانديه المحترفه، اللي بنكل لهم كل التقدير والاحترام، وناس عاملين شغل جيد. فما فيش اي مشكله خالص بخصوص سياسه العقاب، وده امر مهم، لكن لازم يكون في مساواه وعدل بين كل الانديه في موضوع العقاب، لان اللي غلط لازم يتعاقب، ده امر مفروغ منه.
خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندي بعض القضايا المهمه اللي هنعلق عليها ونتكلم عنها بالتفاصيل، فاستنونا يلا. اهلا بحضراتكم مره تانية، تعالوا نشوف ترند الاهلي النهارده وبعض الاخبار اللي اتقالت عن النادي في السوشيال ميديا ونعلق عليها، ونبتدي بحساب سبورت 360 على تويتر، واللي بيقولوا ان النادي الاهلي حقق 6 بطولات دوري ابطال افريقيا خلال شهر نوفمبر. هو شهر نوفمبر بالنسبه لنا شهر الاحتفالات، يعني مليء بالبطولات والارقام والامور الجيده جدا يعني. فبالتالي النجمه التامنه كانت في شهر نوفمبر على حساب اورلاندو بيريتس الجنوب افريقي، ودي كانت اخر مباراه لابو تريكا احد اساطير الكره المصريه والنادي الاهلي. والنجمه الخامسه ده كانت 10 نوفمبر بالمناسبه، مباراه اورلاندو بيريتس، النجمه الخامسه كانت امام الصفاقسي هناك في تونس اللي ابو تريكا جاب فيها الجول، فبرده كانت 11 نوفمبر. النجم الساحلي كانت النجمه الرابعه في 12 نوفمبر، تمام، الثلاثيه الشهيره جدا ابو تريكا اسامه حسني بركات طبعا كباتن كلهم كبار، وكانت بطوله مهمه جدا ورائعه. والقطن الكاميروني كانت النجمه السادسه كانت 16 نوفمبر، يعني خلال ايام هنحتفل بيها. ودي المباراتين، مباراتين في مباراه هنا كانت في القاهره، فلافيو جون تاريخي عالمي مش طبيعي، كابتن وائل جمعه كمان جاب جون حلو برده في الماتش ده، في اول 10 دقائق تقريبا جبنا جونين، وبعد كده الماتش ما عرفناش نجيب تاني، وقدرنا هناك ان احنا على ما اتذكر نتعادل 2-2 ولا كان ايه مش فاكر يا جماعه، بس قدرنا ان احنا نتاهل، كان جون لاحمد حسن ولشادي محمد. فبالتالي النجمه دي كانت النجمه السادسه، الترجي التونسي في 17 نوفمبر كانت النجمه السابعه لما كسبنا هناك بهدفي جده ووليد سليمان نتيجه 2-1، وكنا تعادلنا هنا 1-1، وكان جاب هدف الترجي اعتقد وليد الهشري والسيد حمدي في هذا التوقيت. اما النجمه التاسعه وهي النجمه التاريخيه اللي ما حدش يقدر ينساها خالص، مباراه نهائي القرن امام نادي الزمالك والقضيه ممكن، وهدف قفشه، وكان قبليه هدف مهم جدا في اول 5 دقائق في المباراه لعمرو السوليه 2-1 في هذه المباراه. هو شهر الاحتفالات بكل تاكيد يعني. طيب خلينا نروح لكره بلس، نيو لوك لبيرسي تاو، للوهله الاولى كده اول ما تشوفه ايوه حلو قوي كبرت الصوره هي ووضحتوها للناس، أول ما تشوفه كده تفتكر مين؟ جيرالدو لاعب الأهلي الأنجولي اللي كان موجود في صفوف الفريق واللي حقق النجمة التاسعة مع النادي. للوهلة الأولى كده تشوف تحس أنت شايف جيرالدو، بس إمكانيات بيرسي تاو أعلى بكتير. أنا عندي ثقة يا جماعة بيرسي تاو ده مش طبيعية، لعيب تقيل، لعيب مميز، لعيب برايتون الإنجليزي، لعب في الدوري البلجيكي، لعب يعني من أفضل اللعيبة في أفريقيا والله بدون مبالغة. الحظ او التوفيق ما كانش حليفه خلال الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي، لكن حاسس ان جمهور الاهلي عنده ثقه كبيره جدا فيه برضه. الراجل عامل ريفريش كده لنفسه، حلق خالص شعره، اول مره نشوف بيرسي تاو بالشكل ده، فواضح ان هو يعني مركز. على فكره الحاجات اللي زي دي برضه تديك مؤشرات. اللي عجبني كمان في بيرسي تاو الناس كانت رابطاه دايما بموسيماني، ان موسيماني هو اللي جابه فموسيماني مشي فهيمشي مع موسيماني، لا هو راجل موجود مقدر جدا قيمه النادي الاهلي، وواضح من خلال تمسكه تمام بالاستمرار مع النادي الاهلي ان هو عنده حاجه عايز يقدمها وعايز يحسن الصوره، عايز يقول يا جماعه انا في نادي كبير وانا لعيب كبير عايز اقدم حاجه كويسه قبل ما امشي في يوم من الايام. فكل الدعم والمسانده لبيرسي تاو والثقه كمان في امكانياته، وان شاء الله باذن الله يكون مؤثر مع الاهلي هذا الموسم. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب كورة 11 على فيسبوك، ضربة موجعة، كولر يتلقى أزمة جديدة في صفوف النادي الأهلي بعد ما تأكد غياب مدافعه لمدة 6 أسابيع. طب معلش يا جماعة نشوف الخبر كده أحسن برضو الواحد إيه اتكلم على أيمن أشرف. أيمن أشرف وأنا ده خبر حقيقي بالمناسبة، أيمن أشرف عنده يعني إصابة في الركبة، إصابة الركبة يعني كانت او خشونه في الركبه بالتحديد بقى لها فتره معاه، وهو الراجل كان بيتحمل على نفسه في فترات كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. ايمن اشرف هو كان سافر طبعا للنمسا عشان يعمل بعض الفحوصات الخاصه باصابته. ايمن اشرف يعني قدامه يعني ممكن 6 أسابيع واكتر شويه عشان يكون جاهز مع الفريق، الاهم ان اللاعب يرجع سليم، يعني دي اهم حاجه، لان ايمن اشرف من العناصر المهمه جدا والعناصر الدوليه اصحاب الخبرات الكبيره واللي بيقدر يلعب في كذا مركز يعني.
فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. دي من ضمن الاصابات الموجوده في النادي الاهلي، وبالتحديد في خط الدفاع الامور تقلق شويه، لكن واثقين في المدير الفني يقدر يتعامل مع مثل هذه الامور ويقدر يوظف لاعبين في مراكز مختلفه، وابرز مثال طبعا كريم فؤاد اللي توهج كجناح ايمن في صفوف النادي الاهلي رغم انه مش موجود في منتخب مصر، لكن في كل الاحوال ماشي. طيب ده توضيح يعني بخصوص اصابه ايمن اشرف من خلال كره 11 وحسابهم على فيسبوك. طيب خلينا نروح للمصري الرياضي وحسابهم ايضا، لا مش على فيسبوك، على تويتر، وكولر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لتجديد عقد محمد هاني. الامور كلها يا جماعه ليها توقيتات محدده وكلها في الاتجاه الايجابي بخصوص اي حد عقده قرب ينتهي. يعني عارفين ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه، وحسين الشحات من ابرز اللاعبين اللي عقودهم قربت تنتهي، فبالتالي سواء حتى لو محمد هاني كمان موجود ففي اقتناع تام بقدرات هؤلاء، وان شاء الله يكونوا او يكون التجديد في التوقيت المناسب اللي بيراه المسؤولين في النادي الاهلي، والامور ايجابيه ما تقلقوش. طيب اليوم السابع كلام على مارسينو، وده اليوم السابع على تويتر، الاهلي ينتظر قرار كولر لفتح التفاوض مع مارسينو من جديد. هو عنوان مناسب، يعني هو عنوان مناسب. مارسينو كان في حسابات الاهلي طبعا، الامور كانت خلاص تكاد تكون حسمت بانضمام مارسينو للنادي الاهلي، هو احد العناصر المميزه جدا ولعيب بيلعب في مركز الظهير او في مركز الجناح الايسر، وبيلعب في نادي كاوازاكي الياباني، وكانت المفاوضات وصلت لمراحل متقدمه قوي لولا مغالاه النادي الياباني ففشلت المفاوضات. يعني البعض بيتساءل هل تتجدد مفاوضات الاهلي مع النادي الياباني ومارسينو؟ لحد هذه اللحظه مفيش اي قرار رسمي، لان هتلاقي ناس تقول لك مارسينو عاد من جديد ومارسينو في الصوره وكلام من ده. انا بقول لك مارسينو في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم ده مارسينو مش في الصوره، ممكن يكون من المرشحين، وربما يكون هناك عدد اخر من المرشحين الاكثر تميزا من امكانيات مارسينو. شوف اللاعب المميز قوي اللي انت شفته ده، ممكن يكون في مرشحين اخرين، الله اعلم. بس خلينا ننتظر قرارات كولر. كولر امتى هيحدد احتياجاته بالاسماء؟ برضه عشان احط الجمهور الاهلي في الصوره، مع نهايه هذا الشهر. مع نهايه هذا الشهر بنترقب اجتماع مهم جدا ما بين كولر والمسؤولين في النادي الاهلي عن الكوره لتحديد او هيعرض فيها وجهات نظره واحتياجات اللي هو عايزها بالفريق للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، والثغرات اللي هو عايز يسدها من خلال تعاقدات مع بعض اللاعبين. لكن المؤكد ان باذن الله في صفقات في يناير باذن الله احد. انتظار قرارات كولر والامور تمشي في الاتجاه ده، لكن في دلوقتي مارسينو دلوقتي مفيش حاجه، ممكن يكون في بعد كده، بس ما اعتقدش انه هيكون الاولويه يعني. لكن في كل الاحوال ده بخصوص مارسينو والخبر اللي من يوم السابع. اسم تاني من الاسماء، رغم ان لسه احنا ما جيناش لشهر يناير، وطبيعي الناس تحاول تجتهد وده شيء يحترم جدا، كل بيحاول ان هو يوصل لمعلومه، بقدر جدا الحاجات اللي زي دي شغلانتنا يا جماعه. لكن في كل الاحوال الوطن الرياضي بيتكلموا على فوفانا، واحد من العناصر اللي تحت السن، مركزه مهاجم. هل الاهلي بيتفاوض مع فوفانا؟ انا بقول لحضراتكم مفيش اي مفاوضات مع فوفانا، ولا النادي النرويجي باين بتاعه تمام ولا الكلام ده. كولر يحدد اربع مواصفات في مهاجم الاهلي الجديد، فوفانا الاقرب، ربما ممكن في يوم من الايام، لكن لحد دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه او اي خطوات رسميه. ليه؟ هنرجع لنفس النقطه، وانا والله بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، هنرجع لنفس النقطه بمنتهى المنطقيه برضو. الكابتن محمود الخطيب فين؟ الكابتن محمود الخطيب مسافر. طب يعني معنى ده ايه؟ معنى كده ان مفيش اي اجتماعات حصلت. طب طالما مفيش اي اجتماعات حصلت، يبقى هل من المنطقي ان يكون في قرارات او مفاوضات مع لعيبه بعينها مع كولر بالتحديد كاجتماعات مع كولر؟ لا طبعا، هتحصل امتى اجتماعات؟ يرجع الكابتن محمود الخطيب، الامور تمشي بشكل طبيعي جدا طبقا للسيستم داخل النادي الاهلي، معادي يتحدد الاجتماع يتم من خلاله حط يعني وضع النقط او النقاط على الحروف، وبعد كده تتحرك في اتجاه مفاوضات مع بعض الانديه. لكن انت اكيد كنادي بتجهز نفسك كمسؤولين مثلا على تعاقدات وكلام من ده، بتجهز نفسك عشان تكون جاهز لكل السيناريوهات تحسبا لقرارات كولر المنتظره. طيب ده كان ترند الاهلي، خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. امبارح كان في بعض التصريحات للاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه اللي كانت بتدير اتحاد الكره قبل المجلس الحالي، والتصريحات في الحقيقه يعني بعضها مهم بغض النظر ممكن البعض يختلف او يتفق على شخصيه الاستاذ احمد مجاهد. انا على المستوى الشخصي يعني ما بيعجبنيش دايما حته ان انا ابين للناس ان انا اجمد واحد في الدنيا، ما فيش حاجه اسمها كده. كل الناس تشتغل وكل الناس تحاول تبذل مجهود وكل الناس شاطره في مجالها، في ناس بتبقى متميزه اكتر، ما فيش اي مشكله خالص، لكن انا ضد التقليل من اي حد. يعني ان انا كنت واحد موجود فانا كنت مكسر الدنيا واجمد واحد في الدنيا وبدون اخطاء،
وفي نفس الوقت اقلل من زملاء اخرين يكونوا موجودين. انا ما بحبش السياسه دي في كل الاحوال، يعني ده تعليقي يعني او دي ملاحظتي. لكن في كل الاحوال عايز اقف عند كام نقطه واتكلم فيهم. واول حاجه يعني قال تصريحات على راتب كارلوس كيروش مع منتخب مصر، طبعا المدير الفني السابق اللي موجود في كاس العالم، يعني احنا ما رحناش هو راح، موجود مع ايران في كاس العالم. فقال لك الراتب بتاعه كان نص الراتب اللي بياخده في توريا دلوقتي. وهنا على فكره جزئيه مهمه، احنا ليه هنا في مصر دايما اللي بندفع فلوس كتير رغم ان هم نفس المدربين بيروحوا في انديه او منتخبات اخرى في اي قاره من القارات مرتباتهم بتبقى اقل؟ لا، لازم برضو نراجع الجانب اللي زي ده، الجانب المادي. يعني احنا يا جماعه احنا ظروفنا على قدها، يعني لازم نتعامل على اساس ظروفنا، فاهم؟ واخد بالك من وجهه نظري يعني. فدي ملحوظه اتفق معاه فيها يعني. الحاجه الثانيه قال لك اكبر الاخطاء التي وقعت خلال الفتره الماضيه هي عدم استمرار كيروش مع منتخب مصر، اتفق معاه مليون في الميه، مليون في الميه. خطا كارثي، مدرب من ما فيش عمل منتخب بمنتهى الامانه، مش بقلل طبعا من منتخبنا، احنا عندنا تاريخ كبير جدا، لكن في التوقيت ده احنا ما كانش عندنا منتخب تحفظ اسمائه تقول دي هي دي العناصر اللي هتلعب الماتش، هي دي العناصر اللي هتنضم لمنتخب مصر. الراجل وسع لك القماشه تمام، ضم بعض العناصر، كان منهم مثلا محمد عبد المنعم، كان منهم عمر كمال عبد الواحد، كان منهم احمد رفعت في بعض الفترات، في اكتر من اسم انضموا لمنتخب مصر ما حدش كان يتوقع ان هم انضموا. لكن هو قدر ان هو يجيب بعض العناصر اللي بقت اساسيه في منتخب مصر، واللي من خلالهم مع العناصر القديمه قدروا ان هم يوصلوا لنهائي الامم الافريقيه، وقدروا ان هم كانوا يعني قربوا جدا من التاهل لكاس العالم اللي هو ضربات الجزاء قدام السنغال. فالراجل عمل شغل، ده كان اكبر خطا في الحقيقه عند اتحاد الكره الحالي ان هو يمشي كيروش. الراجل كمان اتكلم ان هو طبعا لسه التصريحات على لسان احمد مجاهد رئيس اللجنه الخماسيه السابق، قال لك انا ما شفتش في حياتي حد بيهتم بكل تفصيله، هو عمال يشيد طبعا بكيروش، الراجل كويس اكيد عنده سلبيات لكن ايجابياته كانت اكبر بصراحه. وتطرق لمساله تعيين الكابتن ايهاب جلال، ان الراجل اشتغل 14 يوم بس، فمنين انت جبته واخترته بعد كيروش ما رحل، وبعدين منين انت فسخت عقده او يعني مشيته؟ مع كامل احترام للكابتن ايهاب جلال من المدربين الكبار يعني، بس هل ده كان الاختيار المناسب؟ برضه كان خطأ كبير جدا، مش عشان الكابتن ايهاب جلال قليل طبعا، لا راجل مدرب كبير، لكن عشان انت مشيت قيمه كبيره جدا زي كيروش، واحد كان بينقلك واحده واحده يعني. ممكن البعض يقول لك يا مدرب تعبان يا عم، لا بصراحه كان مدرب كويس. فبرضه هو استغرب ان قرار زي ده، وكلنا مستغربين، لان احنا كمان احنا مستغربين من ايه اكتر؟ فجأه استاذ جمال علام في احدى مداخلات التلفزيونيه قال لك ساعتها يا جماعه احنا مفيش دولارات، سألت المدير المالي في الاتحاد في فلوس دولارات؟ قال لك مفيش ولا دولار. فجأة بقى في دولارات، وجبنا بقى خبير أجنبي للحكام اللي هو كلاتنبرج، وجبنا ميكالي المنتخب الأولمبي، وجبنا فيتوريا المنتخب الأول، والدنيا بقت حلوة. منين ما كانش فيه ومنين بقى فيه؟ فدي برضو من الحاجات المستغربة حاليا في الاتحاد المصري لكرة القدم. في بقى حاجة غريبة بالنسبة لي، قال لك إيه؟ قال لك لو أنا كنت بتولى زمام الأمور خلال مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم كنا سنقدم أداء مختلفا. يعني إيه؟ أنا مش فاهم، يعني مش قادر أفهمها بصراحة. يعني هو كابتن أحمد مجاهد بيلعب موجود في الملعب في القائمة بتاعت المنتخب، بلاش بيلعب، هل هو المدير الفني؟ هو بيدير؟ هل هو أحد أعضاء الجهاز الفني؟ مش قادر أفهم التصريح ده بصراحة. ولا أظن أننا رفعنا قضية في المحكمة الرياضية بشأن إعادة اللقاء. ما إحنا برضو بقى دي عايزين فيها رد. أو بص يا جماعة عشان نبقى برضو دغري، لأن في ناس تطلع تقول لك إحنا رايحين مكان السنغال وبتاع، السنغال وصلت خلاص قطر. فقال لك إيه؟ حتة لو إحنا فعلا ما رفعناش قضية، وكانت التصريحات بتقول إن إحنا رفعنا قضية وكلام من ده من خلال اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم وايضا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم الاستاذ جمال علام، احنا عايزين نعرف نتائج القضيه اللي اترفعت لو كان فعلا حصل. لان الاستاذ احمد مجاهد بينفي طبقا للي قاله وطبقا اللي انا بقراه دلوقتي، يعني ان هو بينفي ان احنا رفعنا قضيه في المحكمه الرياضيه بشان اعاده لقاء السنغال. شفنا كلنا الكواليس اللي حصلت يعني في اللقاء يعني، بس دي نقطه خطيره. وبصراحه احنا مشكلتنا هنا في مصر ان احنا بننسى. يعني احنا مثلا ايه بقى، في كام ملف كده مهم والدنيا يعني تولع كده، تحس ان احنا كلنا بنتكلم فيها يا جماعه وازاي ما ينفعش ومش عارف ايه، وبعد كده ننسى. النتائج بتاعت الملفات دي بتبقى ايه ما نعرفش. فاحنا برضو عايزين نعرف ايه النتائج بتاعت القضيه لو كنا رفعناها. يعني بيتكلم عن انا اهلاوي طول عمري وحزنت على طريقه رحيل ايهاب جلال. ما اعرفش يعني حته اهلاوي طول عمره دي حاجه ترجع له، لكن ليس كل ما يعرف يقال. احنا فاكرين المصطلح ده بخصوص تعارض المواعيد
ما بين الاهلي في كاس العالم للانديه والمنتخب في بطوله الامم الافريقيه، وقال لك ان كل منتخب او كل يعني منتخب هيلعب باللعيبه كامله والاهلي هيلعب باللعيبه كامله وليس كل ما يعرف يقال. ما اعرفش علق عليها بايه بصراحه الحته دي، ما مش موجوده معايا، لكن في كل الاحوال دي كانت بعض التعليقات على التصريحات اللي زي دي. خلينا نروح لفاصل ولا احنا هنكمل؟ طيب خلينا نروح للاخبار المحليه، وعندنا بعض الجوانب المهمه جدا ابرزها وصول نجمنا المصري محمد صلاح للكويت عشان يستعد، ده من حساب بطولات على تويتر، عشان يستعد لمواجهه بلجيكا يوم الجمعه اللي جاي. طيب بص بقى، انا عندي تعليق حلو قوي. اول حاجه احنا يا جماعه لازم نصدق، لازم نصدق ان احنا عندنا نجم عالمي زي محمد صلاح. لما تكون مواجهه ما بين مصر وبلجيكا ويبقى الاستقبال للعيب عندك في منتخب مصر بالشكل ده، فدي قيمه محمد صلاح. هي بلجيكا فيهاش نجوم؟ لا، دي فيها، فيها كيفن دي بروين، فيها لوكاكو معرفش جاهز ولا لا، فيها مين تاني، فيها ايدن هازارد، فيها ناس كتير، فيها كورتوا، فيها ناس تقيله قوي، اسماء جامده جدا. بس يبقى كل الاهتمام منصب على انتظار محمد صلاح، دي حاجه لازم نفتخر بيها بمنتهى الصراحه. ممكن بقى ناس تحب محمد صلاح ناس تحبوش، دي مش القصه، لكن في كل الاحوال ان الناس تبقى منتظره نجم منتخبنا الوطني ان هو يوصل، شوف الصور اللي زي دي واستقبال مختلف لواحد عالمي زي محمد صلاح، فدي حاجه لازم نفتخر بيها بشكل كبير جدا. تعالوا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل خبر مهم جدا عن عمر مرموش ومين اللي هيعوض عمر مرموش كمان في منتخب مصر، لان مستنيين قرار من الجهاز الفني. ممكن حد يسافر دلوقتي يروح على الكويت عشان يلعب المباراه، فنروح لفاصل ونكمل يلا. طيب هاخد اخر خبر في الترند المحلي وهو خبر عمر مرموش، للاسف مش هيلحق بمنتخبنا في الكويت لان جاله كدمه قويه في اخر مباراه مع فولفسبورغ الفريق اللي بيلعب له في المانيا، لكن في كل الاحوال الكدمه قويه في الظهر وفي الحوض، فبالتالي تم التواصل مع الاجهزه الطبيه هنا وهنا وتم التاكد من غياب عمر مرموش، وهو من العناصر المهمه جدا لمنتخبنا. لكن اكيد من المنتظر ان فيتوريا يعلن عن لاعب يعوض مرموش في قائمه المنتخب، ربما يكون احمد عبد القادر، ربما. فخلينا نشوف خلال الساعات الحاليه اللي ممكن يحصل، بس المفروض كان القرار يخرج، لحد دلوقتي ما خرجش الا اذا الراجل غير رايه وقال لك مش عايز حد خلاص وهنلعب بالقايمه اللي موجوده. لكن تعالوا نروح للترند المونديال، هو من المفترض ان هو ترند المونديال فنتكلم على المنتخبات في المونديال، لكن رونالدو فرض نفسه على الساحه بتصريحاته الناريه ضد اداره مانشستر يونايتد وضد ايريك تين هاج في صحيفه ذا سن، وتصريحات طبعا من خلال حوار مصور مع الاعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، واتكلم فيها رونالدو عن امور عده. خلينا نتكلم ونعلق واحده واحده. يعتبر رونالدو ان اداره النادي خانته، اداره نادي مانشستر، بمحاوله اجباره على الرحيل في الصيف الماضي. هنا السؤال، هل رونالدو كان مجبر على الرحيل ولا رونالدو كان هو اللي عايز يمشي؟ مؤكدا انه لا يحترم ايريك تين هاج، لان الاخير لم يظهر له الاحترام حسب تعبيره. أنا هنا بس عندي نقطة يا جماعة، رونالدو كلنا، أنا بحب رونالدو جدا، بعشق رونالدو، بعشقه، من اللعيبة اللي مش هتتكرر من وجهة نظري كده، في يعني أساطير ما ينفعش تيجي تاني زيها بأرقامه بكل حاجة. لكن ضد دايما يا جماعة إن اللاعب يتكلم على ناديه وهو لسه على قوة ناديه أو حتى بعد الرحيل، يعني دايما احترم العلاقة، دايما احترم التاريخ اللي ما بينك وما بين النادي، وخصوصا إن بتتكلم على مدرب كمان موجود. فانت لما هتقلل من المدرب ده ممكن تصريحاتك تاثر على الفرقه اللي موجوده او اللاعبين الموجودين في نفس الفريق، فبالتالي هم كمان الاحترام بالنسبه لهم في اتجاه ايريك تين هاج يقل، فمين الخسران؟ فرقه مانشستر يونايتد. لكن انا ضد التصريحات بهذا الاسلوب لنجم كبير قوي قوي زي كريستيانو رونالدو. اتكلم على ايه كمان؟ قال لك النادي حقق صفر من حيث التقدم منذ رحيل مديره الفني التاريخي أليكس فيركسون، طبعا من ساعة ما الراجل مشي في 2013 مانشستر يونايتد ما حققتش حاجة خالص يعني. وقال نعم كانوا يحاولون إجباري على الرحيل، ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة حول النادي، شعرت بالخيانة طبقا لتعبيره. قال كمان التكهنات، هم بيتكلموا على ان طبعا التكهنات كانت كبيرة جدا بخصوص رحيل رونالدو اللي هو عنده 37 سنة دلوقتي. برضه يا جماعة مش موهبة يعني، لعيب واسطورة كبيرة جدا زي دي لازم تحترم في كل الاحوال، لازم يكون ليه معاملة خاصة، لان الراجل ده مش قليل. انا مش بقول لك ان هو يطلع يصرح ضد النادي وكلام من ده ان دي حاجة كويسة، لا طبعا دي حاجة مرفوضة تماما، لكن هو وصل لمرحلة لازم يكون ليه معاملة خاصة. ده كريستيانو رونالدو، دي وجهة نظري،
لازم يبقى معامله خاصه مع واحد بحجم كريستيانو رونالدو. ده مش اي حد، ده مش اي حد. واحد واخد احسن لاعب في العالم 5 مرات، واحد واخد مع المنتخب البرتغالي، مع احترامنا للمنتخب البرتغالي، واخد بطولتين تمام، واحد واخد القاب قد كده، ارقام قد كده، عنده اكتر من 700 هدف في مسيرته، حاجه مختلفه. هو وميسي حاجه كده على جنب، لازم يبقى ليه معامله خاصه. لكن لو هو كان يعني في عدم احترام بشكل او باخر لقيمه كريستيانو رونالدو، فهو ليه حق انه يزعل، لكن ملوش الحق ان هو يصرح مثل هذه التصريحات. لما اتسال على ان النادي كان بيحاول يتخلص منه، قال بامانه ما اعرفش ومش مهتم، لازم الناس تعرف الحقيقه، انا شعرت او يعني حسيت بالخيانه، البعض لا يردني هنا، ليس فقط هذا العام بل العام الماضي ايضا، بيتكلم على السنه اللي فاتت. قال لك في صيف 2021 عاد رونالدو لمانشستر يونايتد، رحل في 2019 راح ريال مدريد ثم يوفنتوس، بعد كده عاد لمانشستر يونايتد. من ضمن التصريحات قال ان انا كنت قريب جدا مانشستر سيتي في 2021 قبل ما ينضم لليونايتد في المره الثانيه، لكن لما جالي مداخله او جالي مداخله ايه لما جالي مكالمه من سير اليكس فيرجسون، قال لك قال لي ما ينفعش تروح مانشستر سيتي، انت لازم ترجع لهم في مانشستر يونايتد. فقلت له حاضر سيدي، يعني اللي انت عايزه نظرا للعلاقه القويه يعني. لكن تصريحات بصراحه فيها هجوم كبير جدا، تطرق كمان للحاجات الخاصه باوضه اللبس، يعني الجاكوزي يقول لك ما تطورش، حوض السباحه ما تطورش، التكنولوجيا مش موجوده في النادي، المطابخ، كل يعني ده اتكلم في ادق التفاصيل، يعني حاجات انا شفتها في سن ال 21 و22 و23 سنه لسه زي ما هي، ما اتغيرتش جوه النادي، النادي مش بيتغير، مش بيتطور، مش بيتقدم، للاسف الحال هيفضل على ما هو عليه زي ما هو وصف يعني كريستيانو رونالدو. دي ابرز التصريحات، في تصريحات اخرى ناريه، لكن في كل الاحوال حطينا حضراتكم في صوره في الجانب ده. ناخد يعني تعليقات الجماهير على سؤال حلقه النهارده، مين المنتخب اللي هيكون الحصان الاسود في المونديال؟ نبتدي محمود مغاوري، انا اتوقع السنغال هيعمل مفاجاه، والله لو كان ساديو ماني جاهز ممكن كلنا كنا نتوقع كده. عمرو منصور قال لك اتمنى منتخب عربي وخاصه المنتخب القطري ينجح البطوله، اعتقد تالق منتخب اسبانيا، ويرد طبعا نتمنى كل المنتخبات العربيه الشقيقه التالق. طه ابو رغد قال اتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه، اكيد اتمنى فوز الارجنتين بالبطوله ان شاء الله، الناس متعاطفه جدا مع ميسي بصراحه، الحصان الاسود للبطوله هيكون منتخب قطر صاحب الارض وجمهور غير فتره اعداد قويه جدا او استعداد قوي بشكل قوي قبل المونديال. محمد ناصر قال مساء الورد عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، اعتقد منتخب انجلترا، منتخب انجلترا مش ما ينفعش يبقى حصان اسود، ده منتخب كبير قوي يعني، فبالتالي متوقع منه اداء جيد بصراحه منتخب الانجليزي. محمد عادل قال الدنمارك منتخب قوي وهيعمل حاجه في المونديال، ممكن جدا. نروح كمان لداليا الكابيتانو، اتوقع من افريقيا منتخب السنغال، من اسيا منتخب قطر، وحزينه على عدم وجود منتخب مصر، تحياتي تحياتي ليك يا داليا، كلنا زعلانين ان منتخب مصر مش موجود في اهم بطوله في العالم، بطوله كاس العالم، لكن ما كانش فيه توفيق، وان شاء الله القادم يكون افضل لمنتخبنا، بس الاهم التخطيط للهدف المقبل. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى، الى اللقاء.